السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445 بعنوان من نجا؟ كيف أنجو؟ كيف أنجو؟ ووقفنا مع العنصر الرابع في أسباب النجاة، قلب سليم. ثم قلنا كيف أمتلك قلبا سليما؟ قلنا لكي يكون القلب سليما لابد أن يضيء. دي نمرة واحد، لسه بدري. واحد، إن القلب ينور، إن القلب يبقى فيه نور، إن القلب يتخلص من ظلماته. قلنا إزاي؟ أن تنزل الدنيا من حجب القلب عن الرب. لك قلب واحد، له وجه واحد، إذا واجه النور أشرق، وإذا حجب عنه النور أظلم. ثم سبب آخر لإظلام القلب، تدبر معي هذه الآية. قال الله جل جلاله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقلنا كلمة الكفر ما تخضكش، ما تقولش دي مش ليا، لا، خاف. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. أول صفة للذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، سماعون للكذب. يبقى نمرة واحد إيه؟ سماعون للكذب. اثنين، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. الله، في ناس ربنا قال عنهم سماعون مش سامعون، ها؟ يعني ايه سماع؟ ايه الفرق بين سامع وسماع؟ سماع يعني صيد مبالغة، مدمن سماع، قاعد بيسمع الكذب. وكلنا عارفين انه فلان ده بتاع البرنامج كذا، ده ايه؟ كذاب كبير، وكل اللي بيقوله كذب، وجربنا عليه كذبة واتنين وعشرة ومية على سنين متعددة، وبرضو لسه بتسمعوا وتسمع غيره، تسمع برنامجه وتسمع مقاطعه وتسمع كلامه وتسمع يعيد ويزيد ده وده وده وده، عشرات من الكذابين وانت مصمم تسمع. وانا من زمان قلت لك ان النت ده لقيط. يعني ايه لقيط؟ ملوش اب. يعني ايه ملوش اب؟ يعني ملوش مصادر. يعني ايه ملوش مصادر؟ مصادره مكذوبه. اللي بيكتب ده ما انتش عارف اسمه ايه، هو ده اسمه الحقيقي ولا هو مؤلف اسم؟ هي دي صورته ولا حاطط اي صورة؟ النت ده كله على بعضه كده كذب في كذب. فاللي مدمن نت مدمن كذب. لا، ده ربنا جل جلاله فصل لنا نقطة اخطر. سمعونا للكذب، سمعونا لإيه؟ لقوم آخرين لم يأتوك. لم يأتوا مين؟ النبي. يبقى الناس اللي بيكتبوا وجايبين كلامهم مش من عند النبي، دول اللي بيقولوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لو آمنت قلوبهم لم تؤمن إلا بما جاء به النبي الذي لا ينطق عن الهوى. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا
اسمع بقى، اسمع بقى كلام ربنا القرآن. قال الله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هي دي سبب، آسف آسف سد ودانك وأنا بقول، سبب وساخة القلب. القلب وسخ، القلب بيتوسخ بسماع الكذب وسماع كلام مش جاي من عند النبي. الكذب والكلام اللي مش جاي من عند النبي، مش جاي من الشرع، مش جاي من الوحي، بيوسخ القلب. دول اللي بيفتنوا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ما تحاولش بقى مع ده، مفيش فايدة. هي دي القضية، النقطة الخطيرة جدا اللي بتحجب النور عن القلب. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى نمرة واحد علشان تملك قلب سليم، إن قلبك ينور. عشان قلبك ينور ما تسمعش الكذابين، وما تسمعش حاجة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال كده، اللي هيسمع الكذب يسمع كلام مش جاي من عند النبي من الكتاب والسنة ويصدقه ويعمل بيه ويعارض به كتاب السنة، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الناس دول من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. دي نمرة واحد. لو القلب نور يحصل إيه بقى؟ سؤال، هو ربنا يريد من قلوبنا إيه؟ ربنا يريد من قلوبنا ايه؟ ان قلوبنا تمشي اليه، توصل اليه. القلوب هي اللي بتمشي. قال ابن الجوزي رحمه الله: والطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام. لو كنا كملنا الاسئلة كنت هقول لك اين قلبك من الله؟ قلبك وهو رايح لربنا وصل فين؟ ها، وصل لحد فين دلوقتي في السكة؟ انت فين؟ في انهي محطة؟ فين؟ وصلت فين؟ الشاهد هنا ان الطريق لربنا ده، المشي لربنا، الوصول لربنا مسافة طويلة. قال لك مفيش مسافات، مفيش مسافات، ما هي الا ان تقوم وقد وصلت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قرب ربنا قرب شديد جدا جدا جدا. أمال إيه حكاية الوصول والسير إلى الله؟ نقول إيه؟ أن هناك بينك وبين الله معان. بينك وبين الله إيه؟ معاني. الرضا اللي اتكلمنا عنه معنى، الحب اللي اتكلمنا عنه ده إيه؟ معنى. المعاني دي إذا تحققت بها، تحققتها، تحققت. الرجل اللي الرسول قال له: حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: إن لكل قول حقيقة.
فما حقيقة إيمانك؟ يبقى في قول وفي حقيقة. الكلام سهل، قلت لك انت بتحب ربنا، قلت لي طبعا 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 خالص، وبعدين لما نيجي نتحقق نلاقيك لا بتحب ربنا ولا حاجه. انت بتحب نفسك وبتحب ربنا لما يديلك، ولما تدور ما تلاقيش بتبطل تحب ربنا وتجري ورا الاسباب وتحب اللي بيديلك، فاهم؟ تحب السبب، فرق. عشان كده بقول ان المعاني دي محتاجه حقائق، حقائق انك تحققها. يعني ايه حققها؟ حققها ازاي؟ قال لك ان يشعر بها القلب. لما قلت لك حط ايدك كده اليمين على قلبك وقول حسيت بايه؟ ما حسيتش يبقى ما حققتش. لو حسيت يبقى حصلت خلاص. طب سؤال يا عم الشيخ عشان ما تلخبطنيش، هحس امتى؟ هتحس امتى؟ بإدمان الذكر، بإدمان تلاوة القرآن، بإدمان حب الله ومناجاة الله والكلام مع الله. مع التكرار مع الوقت زي ما قلنا كده ان الممارسة بتجيب الاتقان، والاتقان بيجيب الرسوخ التحقق. ان شاء الله اللي هيعيش معنا رمضان بقى عايزين نتكلم السنة دي في عدة معاني كده مهمة ننتقل نقلة منها. التمكن، التمكن يا جماعة. اللي بيصلي النهاردة أول يوم نبهت في الصلاة ممنوع السرحان، ممنوع الحركة، ممنوع النحنحة، ممنوع الكحة. النهاردة سمعت ناس بالكح، إيه ده دي صلاة إيه دي بقى؟ الإنسان بقى اللي خلي بالك أهو بقى الكلام أهو، عشان اللي بيقول أنا عايز قول لي أعملها إزاي، أهو بقول لك تعملها إزاي. إن أنا أقف أصلي وأنا مركز، مركز إن ربنا ينصب وجهه إلى وجهي في صلاتي، وكأنك الرسول قال الإحسان أن تعبد الله إيه؟ كأنك ترى. يبقى ربنا بينصب وجهه إلى وجهي في صلاتي، يبقى كأني أراه، يبقى كأني أراه. وقف بحاجتين، الهيبة والحياء، خايف ومرعوب من ربنا ومستحي منه، وقف الصلاة كده لا هقدر أهرش ولا اقدر اسرح. ما جاتش من اول مره، تاني مره، انا لسه مواظب بحاول، تالت مره، رابع مره، 20 50 100 1000 2000، انا مصمم اوصل. لما اصمم قالوا كده الممارسه. اللي بيسوق اول مره بيعمل حوادث، تاني مره احسن شويه بيتفادى مطبات، تالت مره بيعرف يدي اشاره، رابع مره بعد شويه في السواقه بيبقى شطوره. هي دي في الصلاة كده، الذكر كده، تلاوة القرآن كده، إدمان العمل وكسرة الممارسة والحرص على لعيبة الكورة بيدربوهم إزاي، هي كده معاناة. تحتاج تعاني في معالجة الطاعات وترك المعاصي وحضور القلب عشان توصل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.